الأخبار الاقتصادية من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلن محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني فتح منفذ تشالانجا الحدودي أمام استيراد الخضروات من إيران. وقال العيداني إن العراق يشهد زيادة بأسعار المنتجات الزراعية، داعيا المستوردين إلى إكمال الإجازات اللازمة لرفد السوق بالمنتجات الزراعية القادمة من إيران. وكانت وزارة الزراعة الحالية أعلنت في وقت سابق السماح باستيراد 5 محاصيل زراعية بسبب انخفاض إنتاجها محليا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخضروات وقلة دعم الفلاحين واتجاه قطاع الدواجن إلى الانهيار. أعلنت وزارة الكهرباء الحالية في العراق إقالة مسؤول كبير في الوزارة بعد تسريبه معلومات خاصة بالمفاوضات مع شركة توتال الفرنسية. وأوضحت الوزارة أنه تقرر إعفاء معاون مدير عام دائرة التخطيط في الوزارة بشار حمزة عبد علي من منصبه ونقله إلى الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى محطة القدس. كما أعلنت الوزارة فتح تحقيق مع المسؤول لتسريبه معلومات خاصة تخص المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية. سجلت أسعار النفط العربي أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أكثر من سنة. ارتفع خام البصرة $1.67 ليصل إلى $72.95 للبرميل، مسجلا أرباحا أسبوعية بلغت 10.15%. كما شهد الخام السعودي ارتفاعا في آخر جلسة له بلغ نسبته 0.83% ليصل إلى $72.81. فيما ارتفع مزيج مرضان الإماراتي بنسبة 0.82% ليصل إلى $71.38 للبرميل. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. وذكرت الهيئة أنه تم ضبط الحاويات 3 في رصيف 27 في الميناء بعد استحصال الموافقات القضائية، مبينة أن الحاويات فيها مواد غسول منتهية الصلاحية ومبردات هواء تجاوزت المدة القانونية للخزن وهي معدة للتهريب. أدت التخبطات في القرارات الاقتصادية للنظام السوري مؤخراً لسيما رفع أسعار المحروقات إلى تراجع كثير في الصناعات والإنتاج المحلي لسلع وغلاء أخرى. وأوضحت مصادر صحفية أن أجور النقل والمواد التموينية ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 60 إلى 70% عن السنوات السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعارها، مبينة أن زراعة الخضار والفواكه في العام الحالي هي أقل من الأعوام السابقة بنسبة بلغت نحو 70%. حذرت شركة الخليج العربي للنفط أجوكو الليبية من أنها ستوقف عملياتها ما لم تتلقى مخصصاتها من الموازنة للعامين 2020 و2021 دون أن تحدد جدولا زمنيا للتوقف. وعلقت الشركة الإنتاج في نيسان المنصرم بسبب أزمة الموازنة الجارية، الأمر الذي أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ لحريق النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300,000 برميل يوميا. ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آذار من تمرير موازنتها للعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له. قال بنك أوف أمريكا إن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تلقت أكبر تدفقات في 7 أسابيع، فيما راكم المستثمرون حيازاتهم من أدوات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الفائت. وذكر البنك الأمريكي أن صناديق السندات تلقت أكثر من $13 مليار، وأن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة تقدر بنحو $9 مليارات في الأسبوع المنتهي في أكبر تدفق للسندات إليها في 5 أسابيع. وضخ المستثمرون المال في الأسهم خلال الفترة التي شهدت فيها الأسواق تذبذباً بفعل تكهنات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض التحفيز. ختام الموجز الاقتصادي، دائما كونوا في رعاية الله.